السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم: كورونا يدق الجرس، الصفحة 186 187 188. دائما المرجع منار اللغة العربية. إذا نبدأ بالتهيئ للقراءة. أذكر بعض الأمراض المعدية. إذا من بين الأمراض المعدية هناك السل، الكوليرا، الإنفلونزا، السيدا إلى آخره. أتحدث إلى زميلتي وزملائي عما أعرفه عن وباء كورونا. إذا وباء كورونا من الأمراض المعدية التي انتشرت في العالم سنة 2019 انتشارا سريعا، يصيب الجهاز التنفسي وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. ألاحظ وأتوقع، ألاحظ الصورة وأصفها. إذا نرى في الصورة، إذا بطبيعة الحال رسم تخطيطي للفيروس، إذا عينة من دم يعني شخص يعني يحتمل يعني إصابته بالفيروس. لاحظوا معي طرق انتقال الفيروس بطبيعة الحال. إذا يمكن أن نقول أرى في الصورة رسما لفيروس رفقة عينة من دم وبعض الرسوم التخطيطية. إذا أنطلق من الصورة وعنوان النص وأتوقع موضوع أو الموضوع الذي سيتناوله، يعني موضوع النص بطبيعة الحال. انطلاقا من الصورة والعنوان أتوقع أن يتحدث النص عن فيروس كورونا المستجد. إذا بطبيعة الحال سنجيب مباشرة عن الأسئلة بدون قراءة، إذا لأنه كاينين فيديوهات على القناة طرقت فيهم القراءة ديال النص. بطبيعة الحال ممكن أنكم تشوفوا الفيديوهات ديال السنوات الماضية، كاينين يعني تقريبا جوج ديال لي فيديو باش تشوفوا يعني القراءة ديال النص الا بغيتوا الفيديو بالقراءة ديال النص. الان غادي ندوزو للرصيد المعجمي. احدد معنى الكلمات المكتوبة بلون مغاير حسب سياق النص. الف: اغلقت الدولة المقاهي والمدارس والمساجد درءا للوباء الفتاك، يعني منعا دفعا او تجنبا. درءا هنا المعنى ديالها منعا او دفعا او تجنبا. ب: يسعين في مناطق نفوذهن لأجل استتباب الحجر، إذا استتباب واستقرار وتحقيق. لاحظ الجميع باستغراب بعض السلوكات غير المدنية، إذا الاستغراب والاندهاش. أحدد شبكة مفردات كلمة تضامن، إذا لدينا الفقراء، الجمعيات، الحملات التضامنية، المساعدات، التبرعات إلى آخره. نمر الآن إلى أسئلة الفهم. السؤال الأول: أذكر عملين قامت بهما الدولة المغربية للحد من انتشار جائحة كورونا. إذا للحد من انتشار جائحة كورونا قامت الدولة بإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية، إغلاق المطاعم والمقاهي والمدارس. السؤال الثاني: ساهم الشعب المغربي في محاربة وباء كورونا، أذكر بعض الأمثلة على ذلك. إذا من مساهمات الشعب المغربي في محاربة الوباء التبرعات الضخمة، وضع الفنادق والمساحات والفضاءات الخاصة رهن إشارة الدولة، توزيع المساعدات على الفئات الفقيرة إلى آخره. السؤال الثالث: أختار الجواب المناسب لما يأتي في الفقرة الرابعة. أراد الكاتب أن يبرز ألف وصول المرأة المغربية إلى مناصب مهمة، ب دور المرأة المغربية في محاربة الوباء، جيم تفوق المرأة المغربية في بعض الميادين. إذن بطبيعة الحال في الفقرة الرابعة تحدث الكاتب عن دور المرأة المغربية في محاربة هذا الوباء. السؤال الرابع، إذا نسمي مع السؤال الرابع: لماذا استغرب الكاتب تصرفات بعض المواطنين؟ إذا استغرب الكاتب تصرفات بعض المواطنين، إذا لم يلتزموا بالحجر الصحي ولم يحترموا مسافة الأمان وتجاهلوا وضع الكمامات الواقية. السؤال الخامس: ما الفكرة التي ختم بها الكاتب النص؟ إذا بطبيعة الحال ختم الكاتب النص بأن العالم الجديد غير معروف والأوبئة والفيروسات يمكن أن تكون أكبر خطر يهدد حياة الإنسان. إذا أحلل السؤال الأول: أستخرج من النص ثلاثة مظاهر دالة على ما يأتي. المظهر الأول إذا أو مظاهر من مظاهر الدالة على التضامن، إذا التبرعات المالية. المظهر الثاني: وضع الفنادق والمصحات تحت إشارة الدولة. المظهر الثالث: منح المؤسسات المالية زبناءها مهلة لتسديد الديون. إذا المظاهر دالة على المواطنة، هناك السعي للاستتباب الحجري الصحي أو تحقيقه، الاعتراف بالجميع لأطر الصحة
والسلطات بالخصوص الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين من خطر الجائحة. إذا نمر الآن إلى السؤال الثاني. إذا أستخرج من النص سلوكين غير مدنيين في التعامل مع جائحة كورونا. إذا بطبيعة الحال بالنسبة لسلوكين غير مدنيين، هناك عدم الاحترام أو عدم الالتزام بالحجر الصحي، ثم عدم احترام المسافة في التبضع وعدم وضع كمامات واقية. إذا هذين سلوكين غير مدنيين وردا في النص. نمر الآن إلى السؤال الثالث. أوضح المقصود بكل جملة من الجمل الآتية. إذا ألف مقدمات صورا نبيلة عن نبوغ المرأة المغربية، يعني أن المرأة المغربية قدمت مثالا للنبوغ، النبوغ يعني الذكاء والحكمة، وجسدت دورا هاما في حماية وطنها. ب ليست الصورة وردية تماما، يعني لم تكتمل الصورة الجميلة للتضامن وروح المواطنة لوجود سلوكات شاذة مثل السلوكات التي نتجت عنها عدم الالتزام بالحجر الصحي، عدم احترام مسافة الأمان، عدم وضع الكمامة إلى آخره. يعلق الجرس في عنقه من الداخل منبها. إذا العالم مطالب بتوخي الحذر في تعامله مع الفيروسات. نمر الآن إلى السؤال الرابع. أضع علامة أمام كل جواب صحيح. قصد الكاتب في النص أولا تعريف وباء كورونا أو شرح كيفية انتشاره أو شرح موقف المغاربة من انتشار الوباء. إذا بطبيعة الحال جواب ج هو الجواب الصحيح. السؤال الخامس. أقسم النص إلى فقرات وأعطي لكل فقرة عنوان مناسب. إذا يمكن أن نقسم النص إلى 6 فقرات. التعريف بجائحة كورونا، التدابير المتخذة لتطويق الجائحة، تضامن المغاربة، المرأة المغربية، سلوك غير مواطن، ناقوس الخطر. ثم سنقوم بتلخيص النص. إذا السؤال الأول في أركب. إذا تلخيص النص. إذا أقترح عليكم التلخيص الآتي. منذ ظهور الحالات الأولى للإصابة بمرض كورونا، اتخذت الدولة المغربية عدة تدابير احترازية لتطويق انتشار الجائحة وحماية المواطنين الذين بدورهم أظهروا حسا تضامنيا عال تجلى في تنظيم حملات تبرعات وتضامن وتعاون بين جميع الفئات، أبانت عن معدن المغاربة النفيس دون أن ننسى تضحيات المرأة المغربية بطبيعة الحال. إذا السؤال الموالي أقوم. إذا أبدي رأيي في بعض السلوكات غير المدنية الواردة في النص. إذا يمكن أن نقول مثلا السلوكات غير المدنية ناجمة عن جهل تام بطبيعة الفيروس وعن غياب روح المسؤولية والتضامن. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. موعدنا إن شاء الله يتجدد مع فيديو آخر دائما على نفس القناة. إلى اللقاء.